السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وإن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش دائري. المفرش سهل وبسيط وغرزته مش جديدة، احنا هنشتغله بغرزة العمود بلفة، وكمان هنشتغل على الحواف بتاعته بغرزة الكلاستر وغرزة زهرة التوليب. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه، انا هشتغل معاكم المفرش بخيط مكرمية قطن، معايا اللونين دول، ومعايا لون خيط صوف، ده خيط فوجي، ده خيط ستوك. خيط المكرميه القطن انا جايباه من جروب ناهد حمدي، الخيط ده بالذات كنت جايباه في اوردر مميز جدا، تقدروا ترجعوا وتشوفوا محتويات الاوردر بالكامل، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف وهتلاقوه في اول تعليق على الفيديو. اهو ده خيط مكرميه قطن مصري، تشوف سمك الفتله، بصوا ده السمك بتاعها، مناسب جدا جدا في شغل المفارش والكسترات، بيكون متماسك ما بينزلش لون وكمان بيستحمل الغسيل. اول حاجة هبدأ بالدايرة السحرية، هلف الخيط مرة اتنين زي ما بقولكو في كل فيديو بنشتغل فيه الدايرة. البنات اللي مش بتعرف تشتغل الدايرة السحرية ممكن تشتغلي ست سلاسل وتقفليهم على بعض بمنزلقة، او عدد السلاسل المناسب ليكي اللي هيكون لك دايرة، خمسة ستة حسب الخيط اللي معاكي. في خيط المكرمية القطن ممكن تشتغلي من خمسة لست سلاسل وتقفليهم على بعض بمنزلقة وتشتغلي جوه الدايرة بدل الدايرة السحرية. انا معايا الدايرة بتاعتي اهو، هرتفع ثلاث سلاسل وهحسبهم اول عمود في السطر، هشتغل جنبهم 11 عمود علشان يكون مجموع الغرز في الدايرة بتاعتي 12 عمود. اول عمود، العمود الثاني، وهكمل لحد 12 عمود. اشتغلت جوه الدايرة ال 12 عمود، هلم الدايرة، دي ميزة الدايرة السحرية ان هي بتتلم للاخر. هقفل السطر بتاعي، هاجي في الغرزة الاولى اللي هي كانت الارتفاع، هاجي في السلسلة التالتة اهو، هسحب وهقفل منزلقة بالشكل ده. بعد كده هرتفع ثلاث سلاسل اول غرزة في السطر، وهاجي في نفس المكان اللي انا قفلت فيه وارتفعت وهشتغل عمود كمان، وبعدين هشتغل سلسلة واحدة، هاجي على الغرزة التانية على طول وهشتغل تزايد اتنين عمود في نفس المكان، وبعدين سلسلة الغرزة التالتة او اللي عليها الدور هشتغل فيها اتنين عمود في نفس الغرزة، وبعدين سلسلة والغرزة اللي عليها الدور اتنين عمود، وهكذا لنهاية السطر. كل غرزة هشتغل فيها تزايد اتنين عمود في نفس المكان، وهاخد سلسلة بعد كل اتنين عمود هشتغلهم، هكمل السطر وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر التاني واشتغلت في كل غرزة اتنين عمود، بعد كل اتنين عمود اشتغلت سلسلة واحدة، دول اخر غرزتين اشتغلتهم، هشتغل بعديهم سلسلة، وهاجي في اول غرزة في الارتفاع في السلسلة التالتة وهقفل السطر بمنزلقة. هنبدأ السطر التالت وهرتفع ثلاث سلاسل، هلف الخيط وهاجي على الغرزة التانية وهشتغل تزايد، يعني غرزتين في نفس المكان. الغرزة الاولى انا اشتغلت الارتفاع فوق الارتفاع، يعني غرزة قصاد غرزة، التانية هي اللي هشتغل فيها التزايد، التانية دي اللي هي قبل السلسلة على طول هشتغل فيها غرزتين، وبعدين هشتغل سلسلة فوق السلسلة، هلف الخيط هيقابلني الغرزتين اللي قبلهم سلسلة وبعدهم سلسلة، دول هشتغل في الغرزة الأولى فردي يعني غرزة واحدة، وهاجي في الغرزة التانية وهشتغل تزايد، وبعدين سلسلة فوق السلسلة، هاجي على الغرزة اللي هتقابلني على طول وهشتغل فردي، والغرزة اللي بعديها تزايد. هكمل السطر بنفس الطريقة بعد السلسلة او العمودين اللي هما في نفس المكان،
هشتغل فوق اول عمود فردي وهشتغل فوق العمود التاني تزايد لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر التالت، بصوا الشكل بدأ يوضح اهو، بصوا الفراغات اللي السلاسل مكوناها. ده السطر التالت اشتغلت في غرزة فردي، والغرزة التانية اشتغلت تزايد يعني غرزتين في نفس المكان. دي اخر عمود اشتغلته، هاخد بعديه سلسلة وهقفل السطر. هاجي في الارتفاع في السلسلة التالتة وهقفل السطر بمنزلقة. هنبدأ السطر الرابع بنفس الطريقة، ارتفاع ثلاث سلاسل، وبرضو لنهاية السطر هيكون دايما معايا الارتفاع، تحتي ارتفاع، مش هشتغل خلاص تزايد، التزايد بتاعي دايما هيترحل في الغرزة اللي قبل السلسلة على طول، دايما الغرزة اللي قبل السلسلة على طول هي اللي هيكون فيها تزايد بعد كده. اي عمود سوري ارتفاع ثلاث سلاسل فوق الارتفاع، الغرزة التانية فوقيها غرزة واحدة بس زيها، التزايد بتاعي زي ما قلنا دايما هيكون في الغرزة اللي قبل السلسلة على طول اللي هي في السطر ده، الغرزة التالتة هاجي فيها وهشتغل تزايد يعني غرزتين في نفس المكان. ولنهاية المفرش برضو دايما هيكون معايا بعد التزايد، بعد الغرزة اللي انا بشتغل فيها تزايد، لازم اشتغل سلسلة. ما تنسيش السلسلة ابدا، لان هي دي اللي بتميز المفرش بتاعنا. الف الخيط ثلاث سلاسل اهم، سوري ثلاث عواميد، قبليهم سلسلة وبعديهم سلسلة، بقى شكلهم مميز. هاجي في الاول وهشتغل فردي، التاني فردي، والتالت تزايد. البنات المبتدئة تزايد يعني غرزتين في نفس المكان اهو بالشكل ده. بعد كده سلسلة، هاجي على التلاتة اللي بعدهم، اول غرزة فردي، التانية فردي، والغرزة التالتة تزايد، عمودين في نفس الغرزة وبعدهم سلسلة. تمام، ده السطر الرابع، هكمله وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر الرابع، الشكل بقى كده. دايما زي ما بقول لكم التزايد بيكون في الغرزة اللي قبل، عشان ما تتلخبطيش، ممكن تشغليها في اي غرزة، لكن علشان تكوني عارفة لنهاية الدور بيكون التزايد قبل السلسلة. ده السطر الرابع هنقفله مع بعض، تلاتة عمود، هاجي على اخر عمود وهشتغل تزايد، يعني كل مجموعة بقى فيها اربع عمود ورا بعض. بعد كده بعد الاربع عمود الاخرانيين هشتغل سلسلة وهقفل السطر في الارتفاع في السلسلة التالتة. هاجي في نفس المكان وهرتفع ثلاث سلاسل، هحسبهم اول عمود، هاجي على العمود اللي بعده هشتغل فوقيه عمود واحد بس، الغرزة اللي بعديها عمود واحد بس، الغرزة الرابعة هشتغل فيها التزايد، الغرزة الرابعة هي قبل السلسلة على طول. الشغل بقى واضح اكتر، بصوا قبل السلسلة بشتغل التزايد في العمود اللي قبل السلسلة على طول، بشتغل سلسلة بعدين باجي على المجموعة اللي بعد كده بشتغلها كلها فردي، عمود اتنين تلاتة والعمود الرابع تزايد. تمام، وبعديهم سلسلة. باجي على المجموعة اللي بعد كده، اول عمود فردي، العمود التاني فردي، التالت فردي، والرابع تزايد، وبشتغل بعديه سلسلة واحدة. ده السطر الخامس، هكمل لكم وهنرجع نشتغل سطر تاني مع بعض. وصلت لنهاية السطر الخامس، الشكل بقى كده. كل ما بترتفعي بالسطور الشكل بيظهر اكتر، والفراغات اللي بتكونها السلسلة بيكون شكلها اوضح. ده السطر الخامس، اشتغلت المجموعة بتاعتي كلها فردي ما عدا اخر غرزة هي اللي بيكون فيها تزايد، اشتغل بعديها سلسلة واحدة وهقفل السطر في السلسلة التالتة بمنزلقة. هنبدأ السطر السادس،
نفس الارتفاع 3 سلاسل، هحسبه اول غرزة، الغرزة اللي بعده غرزة واحدة، اللي بعده غرزة واحدة، الرابعة غرزة واحدة، والغرزة رقم 5 هشتغل فيها تزايد غرزتين عمود، وبعدين سلسلة بالشكل ده. بعد كده هاجي على المجموعة، انت بقى هتقسميها مجموعات عشان ما تتلخبطيش. المجموعة اللي قبلها سلسلة وبعدها سلسلة اهي بتتكون من العواميد، طبعا مع ارتفاع السطور عدد العواميد دي بيزيد، كل سطر بيزيد المجموعة بتزيد عمود. تمام، المجموعة التانية اول عمود، العمود التاني، العمود التالت، الرابع، الخامس، هو اللي هيكون فيه التزايد لانه اخر عمود اهو قبل السلسلة، بعده سلسلة على طول يكون فيه التزايد. تمام، دي المجموعة التانية، وبعدين هشتغل بعديها سلسلة. تمام، بصوا هنكمل الدايرة بنفس الطريقة. طبعا ارتفعي عدد السطور اللي انت محتاجاه، كبري المفرش زي ما انت عايزة. انا هشتغل وهوصل بالدايرة بتاعتي للمقاس اللي انا عايزاه، وهنرجع نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. وصلت بمقاس الدايرة للمقاس المناسب زي ما انتوا شايفين شكله، بصوا بقى جميل جدا. انا وصلت قطر الدايرة بالظبط 33 سنتي، يعني داخلة على 34، 33.5 تقريبا. تمام، المقاس ده كويس جدا. كستر اطباق كبيرة، مفرش دائري صغير. طبعا لو انت عايزة تكبري المقاس عن كده هتكملي بنفس طريقة التزايد وهتكبري الدايرة قبل ما تشتغلي الخطوة اللي هنشتغلها مع بعض دلوقتي. خلاص دي اخر حاجة، بصوا الشكل من قريب فتحت، دي اخر غرزة اشتغلت فيها تزايد سلسلة، وهاجي في السلسلة الثالثة من الارتفاع وهقفل بمنزلقة سلسلة للتثبيت وهفصل الخيط. خلاص كده انا خلصت شغل باللون ده، هندخل اللون الثاني. انا كان معايا اللون ده كنت ناوية ادخله، لكن لقيت الاخضر بتاعه فاتح جدا على الدرجة دي وهيكون تايه في اللون فمحبتوش، هدخل اللون الاخضر التاني ده اخضر صريح. تمام، معايا طرف الخيط، هاجي في نفس المكان اللي انا قفلت فيه. ممكن تبدأي من قبل، ممكن تبدأي من بعد، من اي مكان، ممكن تيجي من السلسلة اهي، شايفين السلسلة دي اللي هي قبل الغرزة اللي انا قفلت فيها، هدخل في السلسلة نفسها هسحب الخيط اهو، تاخدي معاكي الخيوط تحت الغرز وانتي شغالة علشان تنضفيها. هرتفع 3 سلاسل وهتكون دي بداية السطر بنفس المكان، هشتغل عمود وبعدين 2 سلسلة، هرجع في نفس المكان وهشتغل غرزة كلاستر بتتكون من 2 عمود، هنزل في نفس المكان اهو هسحب الخيط هطلع من حلقتين، هلف مرة كمان في نفس المكان وهطلع من حلقتين كمان، معايا 3 حلقات هطلع من التلاتة مرة واحدة. بصوا اتكون معايا حرف V. بعد كده هلف الخيط وهعدي غرزة، شايفين الغرزة دي اللي هي اول غرزة في السطر الارتفاع، غرزة 2 3، وهاجي على الغرزة الرابعة بعد ما لف الخيط انزل فيها هسحب الخيط وهطلع من حلقتين، هلفه مرة تانية هسحبه وهطلع من حلقتين، وبعدين هطلع من التلاتة مرة واحدة، وبعدين 2 سلسلة هرجع لنفس المكان وهشتغل
غرزة كلاستر تانية، هلف الخيط كده وهنزل لنفس المكان، هسحب الخيط وهطلع من حلقتين، مرة كمان اسحب الخيط وهطلع من حلقتين، باقي معايا تلاتة، هطلع من التلاتة مرة واحدة، اتكون معايا حرف في تاني. تمام، انا سبت بين كل غرزتين كلاستر والتانيين تلات غرز على غير المعتاد، يعني في العادي انا بسيب غرزتين اتنين بس، انا سبت هنا تلات غرز لان الدايرة بتاعت المفرش كبيرة وانا مش حابة. انا جربت طبعا لقيت ان الغرز في المفرش الكبير هتكون الورد او السطر اللي هنشتغله بعد كده هيكون الورد كتير جدا وقريب من بعض، هيكون شكله مش ظريف وهيعمل تمويجة في المفرش مش كويسة، فحاولت ان انا ابعد اللون الاخضر او غرز الكلاستر كده عن بعض. الف الخيط وهعدي غرزة التانية التالتة وهاجي في الرابعة، اسحب الخيط وهطلع من حلقتين، هلف مرة تانية في نفس المكان وهطلع من حلقتين، وبعدين هطلع من التلاتة مرة واحدة، وبعدين اتنين سلسلة هرجع لنفس المكان، هسحب الخيط وهطلع من حلقتين، هلف مرة تانية في نفس المكان، اسحبه وهطلع من حلقتين، معايا تلاتة هطلع من التلاتة وغرزتين كلاستر تانيين. بصوا اهو الجزء ده ملمش ولا اي حاجة، مفروض مع ان انا سايبة تلات غرز. حاولي تبعدي الغرز عن بعض عشان الوردات تكون شوية بعيدة عن بعض، بصوا بالشكل ده. مرة كمان الف الخيط، خلاص الخيوط دي انا مش عايزاها، الف الخيط هعدي غرزة التانية التالتة وهاجي على الرابعة، هشتغل غرزة كلاستر بتتكون من عمودين ثلاث حلقات، هطلع من اتنين، هلف مرة تانية نفس المكان، هطلع من اتنين، وبعدين هطلع من التلاتة مرة واحدة وسلسلتين في النص، وهرجع لنفس المكان تاني اهو، وهطلع من حلقتين مرة تانية، وهطلع من حلقتين، معايا تلاتة، هطلع من التلاتة، وبعدين هعدي غرزة اتنين تلاتة وهاجي على الرابعة. طبعا بحسب الفراغ او السلسلة اللي بتكون الفراغ دي بحسبها غرزة، يعني بعدها من ضمن العدد بتاعي، يعني بفوت غرزة والفراغ ده التانية وبعدين التالتة وباجي على الرابعة اللي هي دي، وبشتغل غرزتين كلاستر تانيين. بصوا اهو تمام، انا هكمل شغل على دوران المفرش كله بنفس الغرزة بنفس اللون، هو سطر واحد، هنرجع نقفله ونبدأ سطر جديد سوا. وصلت لنهاية سطر الكلاستر بالشكل بقى كده، بصوا ده شكل الغرزة من قريب، شكل حرف الفي. ممكن تشتغلوا بدل غرزتين الكلاستر تشتغلوا صدفة اللي هي اتنين عمود سلسلة اتنين عمود في نفس المكان، هتديكوا نفس الشكل بالظبط. انا بحب غرز الكلاستر، بحسها غرزة غنية كده. بصوا ده الشكل، خلاص دي اخر حاجة، واللي باقي معايا غرزتين بس. بصوا اللي باقي معايا غرزة التانية والتالتة اللي انا بادئة فيها. العدد يزيد غرزة معاك ويقل غرزة مش مشكلة، حاولي تظبطي الشغل بتاعك على عدد الغرز الموجود. عدي الغرزتين دول وهاجي في اول غرزة اللي هي كانت الارتفاع، هاجي في السلسلة التالتة وهقفل بمنزلقة سلسلة للتثبيت، وهفصل الخيط بتاعي، اسحبه كده كده السطر اتقفل معايا. تمام، هندخل اللون التالت اهو اللون الاحمر، هو اللون على الحقيقة اهدى من كده بكتير، هو طالع في الكاميرا شديد قوي لكن هو على الحقيقة احمر كاتم شوية. تمام، هجيب طرف الخيط، هنيجي في اي غرزة اللي هو الاتنين سلسلة اللي بين غرزتين الكلاستر، اي غرزة هتيجي فيها وهتدخلي تسحبي الخيط، وبعدين هنرتفع ثلاث سلاسل بداية السطر اهو، هنبدأ نشتغل بغرزة العمود بلفة، معايا الارتفاع وبحسبه اول غرزة، بلف الخيط وبشتغل جنبه
ادي غرزة هشتغل جنبه اربعة عشان يكون معايا مجموع الغرز في المكان ده 5 غرز، 5 عواميد بلف كده، 3 4 5. ليه هنا اشتغلت 5 وفي اغلب الشغل اللي اشتغلناه قبل كده كنت بشتغل 6؟ زي ما قلتلك عدد العواميد بيتوقف على سمك الخيط اللي انت شغالة بيه. انا معايا هنا الخيط ماسك نفسه، الخيط هنا مكرمية قطن، فمش عايزة الوردة تكون كبيرة قوي، انا عايزها يكون شكلها عادي، يكون شكلها طبيعي. فاشتغلت هنا ارتفاع وجنبيه 4 عمود، يعني معايا 5 غرز في نفس المكان. هاجي في الارتفاع في السلسلة الثالثة، انا طلعت من بالابرة من الحلقة وسعتها شوية، هرجع للحلقة كده هضمها بالشكل ده، وبعدين هرتفع سلسلة 2 3 وهرجع لنفس المكان اللي انا ضميت منه ال5 غرز على بعض، اللي هي الدايرة اللي في نص الوردة دي او في نص غرزة الحمصة. هدخل وهطلع منين؟ بصوا انا طالعة منين؟ من الظهر، بصوا كده، وداخلة منين؟ اهي في نص الوردة، اهي واضحة اهي. هدخل كده واعدي لورا، هسحب الخيط وهطلع منزلقة. اشتغلت غرزة بيكو، اشتغل واحدة كمان، 3 سلاسل، هدخل في نفس المكان، هسحب الخيط وهطلع منزلقة. مرة تالتة هدخل في نفس المكان، هسحب الخيط وهطلع منزلقة. معايا 3 غرز بيكو في نفس المكان. بعد كده هشتغل 3 سلاسل، السلسلة التالتة. هاجي هنا على المكان اللي بين حرف الفي، غرزتين كلاستر ومكان فاضي ما فيهوش سلاسل، وبعدين غرزتين كلاستر. هاجي على المكان اللي في النص ده وهشتغل غرزة حشو وبعدين 3 سلاسل بالشكل ده. بصوا كده، هي الوردة اتكونت معايا بالشكل ده. بعد كده هاجي على حرف الفي اللي بعد كده، هلف الخيط وهاجي هنا في النص، دول غرزتين كلاستر في نفس المكان. هاجي في السلسلتين اللي في النص بينهم كده وهشتغل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. هسحب الحلقة اللي على الابرة كده وهطلع منها. هاجي الاول غرزة في الخمسة هدخل فيها واعدي لورا كده، وياخد الحلقة معايا، وهرجع من نفس المكان كده اضم ال5 اعمدة على بعض، وبعدين هشتغل سلسلة 2 3، هدخل في نص ال5 غرز كده وارجع لورا، اسحب الخيط بصوا واطلع منزلقة. اكرر 3 سلاسل نفس المكان، هسحب الخيط اهو وهطلع منزلقة. ندخل هنا كده نسحب الخيط ونطلع اهو، هندخل نسحب الخيط ونطلع منزلقة. 3 سلاسل. المرة الثالثة هرجع في نفس المكان، هسحب الخيط واطلع منزلقة، وبعدين 3 سلاسل للمرة الرابعة، بس دول مش هقفلهم، هنقل على المكان اللي بين الغرز هنا مفهوش سلاسل ولا حاجة، لكن هو بين الغرز، هدخل فيه وهشتغل حشو وبعدين 3 سلاسل علشان انقل على غرزتين الكلاستر في النص واشتغل الغرزة اللي بعد كده. شكلهم كده. هنكرر مرة تالتة للتأكيد. بعد ال3 سلاسل هلف الخيط وهاجي هنا بحرف الفي وهشتغل 5 عمود بلفة، 2 3 4 5. هسحب الحلقة كده هطولها اهو بصوا كده، وهطلع بالابرة معايا ال5 اعمدة.
هدخل في اول عمود من الخمسة، اعدي لورا كده، هاخد الحلقة اللي انا سايباها وهرجع من نفس المكان اضم الخمس اعمدة على بعض، وبعدين هشتغل غرزة اتنين تلاتة، هنزل في هنا في الدايرة بتاعت الوردة من فوق او غرزة الحمصة، شايفين، هنزل كده وعدي لورا، هسحب الخيط واطلع. بصوا انا بطلع ازاي من الحلقة اللي على الابرة منزلقة، وبعدين ثلاث سلاسل كمان للمرة التانية نفس المكان، هسحب وهطلع منزلقة. المرة التالتة ثلاث سلاسل، هرجع لنفس المكان، هسحب الخيط وهطلع منزلقة، وبعدين ثلاث سلاسل، هظبط بس غرز البيكو كده الاول، اشتغل بعد كده ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهنزل هنا، شايفين دول غرزتين كلاستر، هاجي في النص بينهم كده وهشتغل حشو، وبعدين ثلاث سلاسل، واروح على الكلاستر اللي بعد كده اشتغل في النص الخمس أعمدة واقفلهم وردة واشتغل فوقيهم بغرزة البيكو. بصوا الشكل اهو، شايفين، جميلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش وقت في الشغل. انا هكمل دوران المفرش كله بنفس الغرزة، وهنرجع نشوف الشكل النهائي للمفرش ونقول كل التفاصيل الخاصة بيه. وصلت لنهاية سطر الوردات، وكده المفرش خلص معايا. بصوا ده الشكل، شكل الغرزة من قريب اهو، الفراغات بصوا منتظمة جدا. هنقفل اخر غرزة مع بعض اهي، كنا بنشتغل بعد كل وردة ثلاث سلاسل وبنقفلهم في الفراغ اللي جنبها على طول بغرزة حشو. اخر حاجة هنشتغل ثلاث سلاسل، ثلاثة، وهنيجي في الوردة الأولى في المكان اللي ارتفعنا بيه اللي هما الثلاث سلاسل وضمناهم كده، بس هتلاقوهم ورا شوية. هاجي في الثلاث سلاسل اللي هي أول غرزة في السطر اهي، هدخل كده هسحب الخيط وهقفل بيه منزلقة، وبعدين هاخد سلسلة للتثبيت وهفصل الخيط. تمام كده السطر خلص، مفرش سهل وبسيط وكمان ما بياخدش وقت، وكمية الخيط بتاعته مش كبيرة، اخد بالظبط من خيط المكرمية القطن 165 جرام. هنشوف المقاس بتاعه من اول الوردة بالظبط من عند غرزة البيكو كده، تقيسي من النص، وصل بالظبط لواحد واربعين سنتي، مقاس كويس جدا. ممكن طبعا تكبري الدايرة للمقاس اللي انت محتاجاه زي ما انت عايزة. تمام اهو، بصوا الظهر نظيف جدا، انا اشتغلت على الغرز. تمام مفيش غير الخيط بتاع الدايرة بتاعت البداية، هدريب ابرة التنظيف. بصوا ده الظهر، الظهر كمان شكله جميل قوي، ده الوش. الخيط حلو جدا جدا في المفارش، بيستحمل عن تجربة، لان انا اشتغلت بخيط المكرمية القطن قبل كده، مفارش عن تجربة بيستحمل، ما بينزلش لون في الغسيل، مفيش اي مشكلة خالص، يعني احمر مع فاتح، مش الالوان مش هتأثر على بعض، وبيستحمل طبعا عن القطن. طبعا لو انت مش موجودة عندك ممكن تشتغليه بخيوط اليس كوتون جولد او كوتون جولد بلس، هيكون برضو تحفة ومتماسك، يعني مش متماسك يعني ناشف، لا متماسك يعني غرزته تقيلة، لكن هو بصوا مع ان هو بمكرمية قطن لكن بصوا طري اهو. تمام مش محتاج يتكوي ولا اي حاجة خالص، هو مفروض لوحده. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم وان الشرح يكون سهل بالنسبة لكم.
هستنى رأيكم في التعليقات، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك أو سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصله كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.